لم تكن حملات التهجير والأوضاع الاقتصادية المتردية عائقا أمام نزيه جليدو المهجر من ريف إدلب الجنوبي في إعداد الكعك الرمضاني وبيعه. ربما الاختلاف هذا العام هو الإقبال على هذه المواد الرمضانية. والحركة والله ضعيفة شوي عن هذيك هالسنة يعني، والكعك كمان والمعمول والصارت عليه حركة قليلة شوي بسبب الغلاء والأسعار المتزايدة على طول. حضرت الأجواء الرمضانية في بعض المخيمات شمال إدلب وسط إقبال وصف بالمحدود على هذه الأسواق. الفقر والتهجير دفع معظم المهجرين إلى إلغاء كثير من أنواع المأكولات والحلويات التي طالما لم تفارق موائدهم قبل التهجير. أجواء رمضان هون ما هي كويسة، لأنه هون نحن قاعدين في خيم وفي هون جوع فقر تشريد، وبعد ما طلعنا من ضيعنا بطلنا نحس في أجواء رمضان أبدا. بس طلع هلا السنة ليك على رمضان ليك على المعروك، مين هلا له قدرة يشتري معروكي؟ تفرج العالم بس تتفرج عليه بتضل ماشي، ما له قدرة وما في مردود الواحد أو شغل الواحد يشتغل لحتى يشتري المعروكة ويأخذها على البيت. تختلف الأجواء الرمضانية من مخيم إلى آخر، حيث غابت عن المخيمات العشوائية التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة وسط مناشدات مستمرة لتأمين المتطلبات الأساسية خلال شهر رمضان. بالنسبة لشهر رمضان هذا يعني بيختلف عن كل باقي الأشهر، نحن هون ما في عندنا أجواء رمضانية، ما وصلنا لأجواء رمضان خالص، صايمين بس بقى الفقر سيطر على الناس والناس بحالي يرسلها والله يساعد الناس. رمضان الآن هنا ليس كالسابق، حيث كانت العائلات تستعد لهذا الشهر بشراء احتياجاتها قبل حلوله بأيام. أجواء رمضانية ضعيفة تشهدها منطقة المخيمات شمال إدلب، فالوضع المعيشي صعب وارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من 30% تسبب بجمود في عمليات البيع والشراء وضعف الإقبال على هذه الأسواق إن وجدت. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب الشمالي.